أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة ساحر الشطرنج. من أمتع من لعب الشطرنج الساحر الصغير بول مورفي، ألكسندر أليخين، مايكل تال، جاري كاسباروف. هؤلاء الأربع أبطال هجمع أفضل أدوارهم وهعلق عليها، أولا من حيث المتعة، وثانيا من وسط هذا السحر قد نتعلم بعض الأشياء. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 30 من سلسلة ساحر الشطرنج، وده الفيديو رقم 9 لساحر الشطرنج جاري كاسباروف. الدور اللي هنشوفه في الفيديو ده إهداء إلى أصدقائي رواد قناة الشطرنج العربي بناء على رغباتهم الملحة. كاسباروف بيلعب مباراة العمر أمام توبالوف في بطولة فيكنزي 1999، تكوينة رائعة من كاسباروف ودفاع مميت من توبالوف. يلا نشوف هذا الدور المثير. كاسباروف بالأبيض ولعب E4، وهنا توبالوف بدأ أول مفاجآته ولعب D6 دفاع بيرك. من المنتظر ان توبالوف يلعب النقلة C5 ويدخل في الدفاع المحبب له وهو الدفاع الصقلي، لكن دي كانت اول مفاجأة من توبالوف للهروب من اي تحضيرات ممكن يكون اعدها كاسباروف. D4، نايت F6، نايت C3، G6، بيشوب E3، بيشوب G7. ده الرد الاشهر على النقلة بيشوب E3، ولكن في بعض المحللين ما بيحبوش هذا الرد، لأن زي ما هنشوف فيما بعد الفيل ده هيتحرك مرة أخرى للأخذ على مربع H6 في الكثير من التفريعات، مما بيعتبر إضاعة للوقت. على أي حال الدور كمل بكوين D2، الأبيض بيهدد ببيشوب H6 ويكسر فيل الفيونكة الأسود. C6 F3، من الأفضل للأبيض بدل ما يلعب الـ F3 يلعب على الفور بيشوب H6، وبعد التكسير ممكن يلعب النقلة F4 بدلا من النقلة F3 اللي لعبها في الدور. على أي حال كاسباروف فضل إن يلعب F3، B5، نايت GE2. ممكن الأبيض بدل النايت GE2 يلعب أكتر من نقلة في هذا الموقف. الخط القديم لهذا التفريع كان الأبيض بيلعب كاسل لونج، وكذلك كان هناك خط حاد جدا بيبدأ بالG4 والأسود بيرد بH5، G5 طالب الحصان، نايت FD7، F4، نايت B6، والأبيض بيهاجم في جناح الملك والأسود بيهاجم في جناح الوزير، والدور بيصبح حاد جدا من النقلات الأولى. على أي حال كاسباروف في الموقف ده لعب نايت GE2، نايت BD7، وهنا كاسباروف لعب بيشوب H6، بيشوب تيكس H6، كوين تيكس H6، بيشوب B7. النقلة دي إلى حد ما نقلة هادئة، وكان المفترض من توبالوف إن يبدأ بلعب مضاد فوري بنقلة زي الـ E5 اللي بتجبر التكسير في الوسط، أو يلعب نقلة زي كوين A5 ويبدأ لعب مضاد في جناح الوزير، وخاصة لو الأبيض فضل إن يبيت في هذا الجناح. على أي حال توبالوف فضل إن يلعب بيشوب B7، وهنا كاسباروف لعب E3. النقلة دي نقلة وقائية وجت في ميعادها الصحيح، لأنها بتمنع في كثير من التفريعات النقلة B4. لو الأبيض ملعبش الـ A3 ولعب النقلة المعتادة وهي كاسل لونج، الأسود هيرد على الفور بكوين A5، والتهديد الرئيسي هو إن يلعب B4 ويطرد الحصان اللي حامي بيه ده الـ A2، ولذلك كاسباروف لعب A3 في توقيتها الصحيح، والأسود كمل بـ E5 كاسل لونج كوين E7. الأسود بالنقلة دي بيمهد لتبييت الملك في جناح الوزير، لأن الأبيض مانع التبييت في جناح الملك. كينج B1، A6، نايت C1. الأبيض بالنقلة دي هينقل حصانه في جناح الوزير للدفاع ضد الهجوم المتوقع من الأسود في هذا الجناح. كاسل لونج، نايت B3،
وهنا الأسود لعب اي تيكس دي 4. توبالوف أدرك الخطر اللي بيمثله حصان بي 3، لأن الأبيض كان بيهدد بنقلات زي نايت اي 5 ويضغط على بيدق السي 6، وكذلك بيليها في الوقت المناسب بالنقلة دي 5. ولذلك توبالوف قرر إن يفتح الموقف على مصراعيه ويبدأ القتال ولعب اي تيكس دي 4. لو توبالوف ملعبش اي تيكس دي 4 وحاول ان يلعب نقلة زي السي 5، النقلة دي هتبقى نقلة سيئة لان الابيض هيكمل دي 5 والموقف مازال مغلق واصبح في صالح الابيض اللي بيهدد بنقلات زي النايت اي 5، والابيض هيصبح في الموقف الافضل. ولذلك توبالوف في الموقف ده لعب اي تيكس دي 4 روك تيكس دي 4، والاسود كمل سي 5 طالب الرخ روك دي 1 نايت بي 6. الاسود بالنقلة دي عاوز يكمل في فتح الدور بنقلة زي الدي 5، وهنا كاسباروف لعب نقلة قوية جي 3، بيمهد للنقلة بيشوب اتش 3 تشيك ويضع الفيل على وتر قوي وكذلك يربط ما بين الرخين، والاسود كمل بكينج بي 8. لو الاسود ملعبش كينج بي 8 واستمر في خطته لفتح الدور ولعب نقلة زي الدي 5، الابيض هيكمل بيشوب اتش 3 تشيك كينج بي 8 اي دي 5 نايت بي دي 5 نايت دي 5 نايت دي 5، واخيرا الابيض هيلعب نايت اي 5 والابيض اصبحت له افضلية كبيرة. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل بكينج بي 8 وكمل الدور نايت اي 5. النقلة دي رغم انها نقلة طبيعية وعادية في مثل هذه المواقف، إلا إنها ليست الأفضل في هذا الموقف، وكان من الأفضل لكاسباروف إن يكمل بنقلة زي البيشوب اتش 3 اللي زي ما قلنا في الملاحظة السابقة بتعبق الفيل وبتسيطر على الوتر وفي نفس الوقت بتربط بين الرخين، ودلوقتي الأبيض بيهدد بروك اتش اي 1. لكن على أي حال كاسباروف في الموقف ده لعب نايت اي 5 وكمل الدور بيشوب اي 8 بيشوب اتش 3 دي 5 كوين اف 4 تشيك كينج اي 7 روك اتش اي 1. الابيض بيهدد بالاخذ على المربع دي 5، والاسود رفض ان ياخد على المربع اي 4 ويفتح الدور اكتر، ولذلك لعب دي 4 طالب الحصان. وبالنقلة دي وصلنا الى موقف الى حد ما خطير، ومن هنا كاسباروف اطلق العنان لتكوينته الرائعة. قبل ما نبدأ ونشوف تكوين كاسباروف عاوزين نقول ان الاسود لو لعب دي تيكس اي 4 هيفتح الدور، وده هيكون عبارة عن انتحار للاسود. الاسود لو كمل بدي تيكس اي 4 الابيض هيرد اف تيكس اي 4 عاوز يلعب نايت دي 5، ودلوقتي اذا نايت تيكس اي 4 بالطبع الاسود لو ملعبش نايت تيكس اي 4 وكمل بالنقلة روك تيكس دي 1 تشيك الابيض هيكمل روك تيكس دي 1، ودلوقتي لو نايت تيكس اي 4 الابيض هيلعب ببساطه روك دي 7 تشيك والابيض هيفوز، لان بالطبع الاسود ما يقدرش ياخد الرخ بالحصان. لو لعب نايت تيكس دي 7 كاسباروف هيلعب كوين سي 7 تشيك وتشيك ميت في النقله القادمه، ولذلك في الموقف ده الاسود مش هياخد الرخ انما هيلعب نايت تيكس اي 4، والابيض هيكمل نايت اي 4 روك دي 1 تشيك روك تيكس دي 1 بيشوب تيكس اي 4، والابيض هيكمل روك اي 1 بيربط الفيل وعاوز يفوز بقطعه، وبالطبع الاسود ما يقدرش يلعب هنا بيشوب تيكس سي 2 تشيك على اساس ان بيكشف هجوم على الرخ الغير محمي، لان الابيض ببساطة هيلعب كينج تيكس سي 2، ودلوقتي لو الاسود كمل بكوين تيكس اي 1 الابيض هيلعب كوين سي 7 تشيك وتشيك ميت في النقلة القادمة. ولذلك الاسود مضطر لحماية فيله بنقلة زي روك اي 8، وهنا الابيض هيلعب ببساطة روك تيكس اي 4 والابيض فاز بقطعة، لان الاسود لو كمل كوين تيكس اي 5 الابيض هيرد بكوين سي 7 تشيك
كينج اي 8 نايت سي 6 وتشيك ميت في النقلة القادمة. وإذا الأسود في الموقف ده بدل ما يلعب الروك اي 8 دعم الفيل بنقلة زي الاف 5، الأبيض هيكمل أيضا بروك تيكس اي 4 ويفوز بقطعة. وإذا الأسود كمل اف تيكس اي 4 الأبيض هيرد ببساطة نايت سي 6 تشيك بشوكة ملكية للملك والوزير والأبيض هيفوز. ولذلك ولكل هذه التفريعات الأسود قرر إن ما يفتحش الدور ويكمل دي 4، وهنا كانت نقطة البداية لتكوينة كاسباروف. وكاسباروف كمل بالنقلة القوية نايت دي 5 طالب الوزير، والأسود رد نايت بي تيكس دي 5. لو الأسود ما خدش بالحصان ده إنما أخد بحصان الإف نايت إف تيكس دي 5 هتبقى نقلة سيئة، لأن الأبيض هيكمل إي تيكس دي 5 وبيكشف هجوم على الوزير، وبعد كوين دي 6 الأبيض هيكمل ببساطة كوين تيكس إف 7 تشيك، والأبيض هيفوز في كل التفريعات. ولذلك في الموقف ده الأسود مجبر على لعب نايت بي تيكس دي 5، والدور كمل إي تيكس دي 5 بيكشف هجوم على الوزير كوين دي 6، وهنا كاسباروف لعب النقلة الرائعة روك تيكس دي 4. دي النقلة الوحيدة اللي بتكسب لو كاسباروف ملعبش روك تيكس دي 4 ولعب نقلة زي كوين تيكس دي 6، دي هتبقى نقلة سيئة لأن الأسود هيرد روك تيكس دي 6. ودلوقتي الأبيض لو لعب روك اي 7 تشيك الأسود هيرد ببساطة كينج بي 6 طالب الحصان، وهجوم الأبيض انتهى. ولذلك أفضل نقلة عند الأبيض في الموقف ده هي بي 4 بيحمي الحصان وبيهدد بروك اي 7 تشيك، والأسود هيكمل سي تيكس بي 4 اي تيكس بي 4 نايت تيكس دي 5، والحصان منع الرخ من النزول إلى المربع اي 7، والأسود هو الأفضل. وإذا في الموقف ده أيضا الأبيض ملعبش الروك تيكس دي 4 إنما لعب نقلة زي نايت سي 6 تشيك، الأسود هيكمل ببساطة بي سي 6 دي سي 6 كوين اف 4، والأبيض هيكمل روك اي 7 تشيك. لو الأبيض ملعبش روك اي 7 تشيك ولعب أولا جي تيكس اف 4 الأسود هيرد بنايت دي 5 وهيمنع الرخ من النزول إلى المربع اي 7، والأسود أفضل. ولذلك في الموقف ده الأبيض بيكمل روك اي 7 تشيك، والأسود بيرد كينج بي 6. ودلوقتي إذا جي تيكس اف 4 الأسود بيلعب نايت دي 5 طالب الرخ وبيدق الاف 4، وإذا الأبيض كمل بروك تيكس اف 7 الأسود هيدافع ببساطة بروك جي اف 8، وبعد التكسير الأسود طالب بيدق الـ F4 وبيدق الـ C6، والأسود أفضل وله فرص أكتر في الدور. ولذلك كاسباروف في الموقف ده لعب النقلة الصحيحة وهي روك تيكس دي 4، والأسود أخطأ ولعب سي تيكس دي 4. بالنقلة دي الأبيض هيفوز، ولكن أفضل دفاع عند الأسود في الموقف ده هو إن يلعب كينج بي 6. ورغم ان الابيض افضل ومتفوق ببيدق الا ان الاسود مازالت له الفرص. على اي حال الاسود في الموقف ده كمل سي تيكس دي 4، وهنا الابيض لعب النقلة الرائعة الفائزة روك اي 7 تشيك، ودي كانت الهدف الحقيقي من التكوينة. والعظيم في النقلة دي ان الرخ بدون حماية وهتفضل كذلك لعدد من النقلات، لكن الأسود مش هيقدر ياخد الرخ ولذلك لعب كينج بي 6. لو الأسود ملعبش كينج بي 6 وحاول إن ياخد الرخ كوين تيكس اي 7 دي هتبقى نقلة سيئة، لأن الأبيض هيكمل ببساطة كوين تيكس دي 4 تشيك، والأبيض هيفوز في كل التفريعات. لأن مثلا لو الأسود كمل بكينج بي 8 الأبيض هيرد بكوين بي 6، والأسود ما عندوش أي حركة بالملك ولذلك مضطر إن يغطي بالفيل وبيلعب بيشوب بي 7،
وهنا الأبيض هيلعب ببساطة نايت سي 6 تشيك بشوكة ملكية للملك والوزير، والأبيض هيفوز. وبالطبع الفيل مربوط على الملك، وإذا في الموقف ده الملك ما جاش في المربع بي 6 إنما راح للمربع بي 8، الأبيض برضو هيكمل بكوين تيكس دي 4، ومازال الرخ محصن للأخذ لوجود النقلة كوين بي 6 تشيك وبنفس التفريع السابق. ولذلك الأسود بيدافع بنايت دي 7 بيمنع كوين بي 6 تشيك، والأبيض بيرد ببيشوب تيكس دي 7، ومازال الرخ محصن من الأخذ، وإلا كوين بي 6 تشيك وتشيك ميت في النقلة القادمة. ولذلك الأسود بيكمل ببيشوب تيكس دي 5، وهنا الأبيض بيلعب النقلة الرائعة سي 4 طالب الفيل المربوط، والأبيض هيفوز بقطعة، ومازال الرخ محصن من الأخذ. وإذا الأسود لعب بي تيك سي 4، الأبيض هياخد ببساطة بالحصان طالب الوزير وهيفوز أيضا بقطعة. ولذلك في الموقف ده الأسود كمل بكينج بي 6، وكاسباروف كمل بكوين تيكس دي 4 تشيك كينج تيكس اي 5. لو الأسود ملعبش كينج تيكس اي 5 ولعب نقلة زي كوين سي 5، الأبيض هيكمل كوين تيكس اف 6 تشيك، والأسود هيدافع بكوين دي 6 طالب تكسير الوزيرين. وهنا الأبيض بيلعب النقلة الرائعة بيشوب اي 6 وبيمنع تكسير الوزيرين لنقلة واحدة. ودلوقتي إذا بيشوب تيكس دي 5، الأبيض بيلعب بكل بساطة بي 4 بيحمي الحصان وبيهدد بالنقلة الحاسمة كوين دي 4 تشيك وتشيك ميت في النقلة القادمة. بينما إذا الأسود دافع ببيشوب تيكس اي 6، الأبيض هيرد ببساطة روك بي 7 تشيك ميت. ولذلك في الموقف ده الأسود كمل كينج تيكس اي 5 بي 4 تشيك كينج اي 4، وهنا كاسباروف لعب كوين سي 3 بيهدد بكوين بي 3 تشيك ميت، والأسود كمل بكوين تيكس دي 5 مانع الكوين بي 3. لو الأسود ملعبش كوين تيكس دي 5 وحاول يدافع بنقلة زي بيشوب تيكس دي 5، النقلة دي هتبقى نقلة سيئة لأن كاسباروف هيلعب كينج بي 2 بنفس الطلب وهو كوين بي 3 تشيك. وإذا بيشوب تيكس بي 3، الأبيض هيكمل ببساطة سي تيكس بي 3 تشيك ميت. ولذلك في الموقف ده الأسود مجبر على لعب كوين تيكس دي 5، وده أفضل دفاع. ودلوقتي إذا الأبيض كمل بكينج بي 2، هتبقى في هذه الحالة نقلة سيئة لأن الأسود هيلعب كوين دي 4 وهيربط الوزير على الملك وهيجبر التكسير والأسود هيفوز. ولذلك كاسباروف كمل بالنقلة الرائعة روك اي 7 طالب روك تيكس اي 6 تشيك ميت. لازم نلاحظ ان كاسباروف بيلعب كل هذه النقلات وهو متخلف ماديا برخ وفيل، والاسود لو قدر ينجو من التشيك ميت هيفوز في النهاية لتفوقه المادي. وهنا الاسود لعب الدفاع الوحيد وهو بيشوب بي 7 بيحمي بيدق الاي 6، والابيض لعب ببساطة روك تيكس بي 7. بالطبع الرخ محصن من الاخذ بالوزير لان الابيض بيهدد دائما بكوين بي 3 تشيك ميت. وكذلك الاسود ما عندوش امل في التعادل بتكرار النقلات، لانه لو لعب كوين دي 1 تشيك الملك مش هيجي في المربع بي 2 لان دي نقلة سيئة، والاسود هيفوز بعد كوين دي 4 وهيربط الوزير على الملك وهيجبر التكسير والاسود هيفوز لتفوقه المادي. ولكن النقلة الصحيحة هي كينج اي 2، ودلوقتي الاسود ما عندوش امل في تكرار النقلات بالنقلة كوين دي 5 تشيك، لان الابيض هيدافع بكوين بي 3 تشيك، وبعد كوين تيكس بي 3 تشيك الابيض بيكمل بسي تيكس بي 3 تشيك ميت. على اي حال الاسود كمل هنا بكوين سي 4، وكاسباروف كمل ببساطة بكوين تيكس اف 6 وبيهدد بكوين تيكس اي 6 تشيك ميت. والاسود لو دافع عن البيدق بروك اي 8 هتبقى دي نقلة سيئة
لان الابيض هيكمل بكوين بي 6 طالب كوين اي 5 تشيك ميت، وبعد اي 5 الابيض هيلعب روك اي 7 بنفس التهديد، واذا روك تيكس اي 7 الابيض هيلعب ببساطة كوين اي 7 بنفس التهديد ايضا، والاسود ما عندهوش دفاع كافي. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل كينج تيكس اي 3 وكاسباروف كمل كوين تيكس اي 6 تشيك كينج تيكس بي 4، وهنا كاسباروف لعب ايضا النقلة الرائعة سي 3 تشيك، والاسود رد بكينج تيكس سي 3. لو الاسود ما لعبش كينج تيكس سي 3 ولعب النقلة كينج بي 3 الابيض هيفوز بعد كوين اي 2 تشيك كينج تيكس سي 3 كوين بي 2 تشيك كينج دي 3، والابيض هيفوز بالنقلة بيشوب اف 1 تشيك، وهيفوز بالوزير وهيفوز بالدور. ولذلك الاسود في الموقف ده لعب كينج سي 3 والابيض كمل كوين اي 1 تشيك، والنقلة الوحيدة للاسود هي كينج دي 2. لو الاسود ملعبش كينج دي 2 ولعب نقلة زي كينج بي 4 الابيض هيكمل بكوين بي 2 تشيك كينج اي 5 كوين اي 3 تشيك كوين اي 4، وهنا الابيض هيلعب روك اي 7 تشيك وهيفوز بالوزير وهيفوز بالدور. واذا في الموقف ده الاسود لعب كينج دي 3 الابيض هيفوز في نقلة واحدة ببيشوب اف 1 تشيك ويفوز بالوزير ويفوز بالدور. ولذلك النقلة الوحيدة للاسود هي كينج دي 2، وكاسباروف كمل كوين بي 2 تشيك كينج دي 1. الملك وصل اخيرا للمربع دي 1، والاسهم دي بتتتبع حركة سير الملك من بداية الدور وحتى الان، حيث سيلقى مصيره المحتوم. وكاسباروف انهى الدور بالنقلة بيشوب اف 1 طالب الوزير، والوزير لازم يبقى على هذا الوتر لحماية مربع الاي 2 والا هياخد تشيك ميت. وبالطبع لو الوزير اخد الفيل كوين تيكس اف 1 هياخد تشيك ميت بعد كوين سي 2 تشيك كينج اي 1 روك اي 7 تشيك، والاسود ما عندوش غير التغطية بالوزير والابيض ياخده بتشيك ميت. ولذلك الاسود ما عندوش غير النقلة روك دي 2، وهنا كاسباروف انهى الدور باحد نقلاته الرائعة روك دي 7، بيربط الرخ على الملك وفي نفس الوقت بيهدد الوزير والاسود سلم. بالطبع الاسود لو لعب روك تيكس دي 7 الابيض هيرد ببيشوب تيكس سي 4، والابيض بيهدد بتشيك ميت بكوين سي 1 تشيك ميت. ولذلك الاسود مجبر على لعب بي تيكس سي 4، وهنا الابيض هيكمل بكوين تيكس اتش 8، والابيض اصبحت له افضلية مادية حاسمة وهيفوز بالدور. ولذلك الاسود في الموقف ده سلم. والحقيقة الدور ده هو احد الادوار اللي ظهرت فيه موهبة كاسباروف الرائعة. لو نلاحظ هنلاقي ان تكوينته الساحرة مكونة من اكتر من نقلة مفتاح، وكل هذه النقلات بتكون فيها قطع غير محمية ولكنها في نفس الوقت محصنة من الاخذ. وكذلك سحب الملك الاسود من مربعه الاصلي الى ان يصل الى المربع الاصلي للملك الابيض، دي اعطت الدور رونق خاص. واخيرا الدور اخد شهرته من ان المنافس هو الجراند ماستر البلغاري فازلين توبالوف بطل العالم السابق، وبذلك الدور ده يستحق ان يطلق عليه الدور الخالد لكاسباروف. والى اللقاء مع ادوار اخرى من سلسلة ساحر الشطرنج كاسباروف.